يعني الحقيقه الفتره الاخيره شهدت تالق مجموعه كبيره من اللعيبه، منهم اللي كان غايب شويه عن التالق، منهم اللي اللعيبه اللي مستواهم ثابت في الفتره الاخيره، والحمد لله ان الثبات على تالق وعلى اداء متميز بينال استحسان ورضا الجماهير. ففكره الثبات دي ليه بتتغير كل فتره والتانيه؟ وانا مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، بتكلم من حيث المبدا في المطلق. في المطلق ليه اللعيبه في اللي عندها قدرات وعندها امكانيات وعندها مهارات ما بتبقاش ثابته؟ هي دي طبعا الحمد لله، يعني انا اعتقد في الفتره الاخيره دي نقدر نقول معظم اللعيبه المصريين او في لعيبه حتى في على مستوى العالم، قلما تلاقي لعيب بيعمل مباراه او بيأدي مباريات بشكل ثابت لفترات طويله، دي بتبقى فيها صعوبه شويه، بتتدخل فيه حاجات كتير جدا، ممكن يبقى الاجهاد، ممكن يبقى تولي المباريات. انما نيجي للنادي الاهلي فعلا زي ما حضرتك قلت في نقطتين مهمين جدا، ثبات لعيبه ورجوع لعيبه لمستواها. لو اتكلمنا عن ثبات مستويات لعيبه هنيجي نتكلم على محمد عبد المنعم، محمد الشناوي، نتكلم في وسط الملعب مروان عطيه، طبعا من الصفقات العظيمه اللي اتعملت، عشان كده انا بدات التحيه طبعا للكابتن محمود الخطيب، من الصفقات المهمه جدا اللي اتعملت في تاريخ النادي الاهلي من فترات طويله. نيجي للعيبه اللي رجعت مستوى، نتكلم عن بيرسي تاو، كان عليه علامات استفهام كتير جدا صراحه فتره طويله، يعني بيرسي تاو اعتقد من سنتين منذ تعاقده مع النادي الاهلي بيعيش احسن فترات حياته،